حملة مصريون ضد الإرهاب. الحملة دي بتضم مجموعة كبيرة جدا من المصريين، سواء فنانين أو رياضيين أو مطربين أو دعاة أو مسلم مسيحي من كل الدنيا معانا الحمد لله. معانا طبعا فنان إلهام شاهين، سهر الصايغ، أميرة فتحي، الأستاذ محمد الغيطي، مصطفى قمر، هشام عباس، وأسامة النجار الراعي الرسمي للحملة، عبد الرحمن الصياد معانا في الحملة. هنا مفيش فرق بين فنان ومطرب كبير وصغير، هنا كله مصري. احنا بنبعت رسالتين الحقيقة، رسالة للمصريين بنقول لهم من خلالها ان لو كل واحد نازل نظف قدام بيته قدام محله قدام شركته يعني قام بدوره، هتبقى مصر اجمل بلد في الدنيا. الرساله للعالم الخارجي ان مصر بلد امن وامان، ان كان فيها قله قليله بتكسر وتحرق وتولع، الغالبيه العظمى في مصر بتعمر وتبني وتشيد وتجمل وتنظف مكانها. الغالبيه العظمى في مصر عندها اراده، يعني لما اشوف طلبه الجامعه كده باليونيفورم الجميل ده وعلم مصر على صدرهم، الكل عنده اراده. المستقبل اللي جاي مستقبل عظيم جدا. بدأناها من حملة فنانين ضد الإرهاب، الحمد لله بدأنا الحدث ودخلنا دلوقتي، مش هو هيكون هو النشاط ده بس، احنا شغالين في نشاطات أخرى. النشاط هو أهم حاجة عندنا، تجميل وتنظيف مدينة القاهرة ونرجع بلدنا زي الأول تاني. احنا بدأنا بيها النهاردة، ومش هتكون شوارع مدينة القاهرة بس، لا احنا بعد ما هنخلص الشوارع الرئيسية احنا داخلين العشوائيات، مهتمين بالعشوائيات، والحملة دي مكملة للآخر. هنعمل تمرين المباني بتاعت القاهرة كلها تبقى كلها في يوم واحد، كل وجهات العمارات، ودي بعد ما هنخلص الشهر. احنا بنستغل الناس اللي معانا، رجال الاعمال، الشخصيات اللي معانا والفنانين، ان احنا بنستغلهم ان احنا نعمل حاجه للبلد، مش هنعمل بس ضد الارهاب.